بص يا جماعه، الليسون ده سهل جدا، ما فيهوش اي مشكله. بيتكلم على اللوكوماتري سيستم، وكلمه لوكوماتري سيستم يعني الجهاز الحركي. الجهاز الحركي ده مسؤول عنه مش حاجه واحده بس، لا ده مسؤول عنه اكتر من حاجه، يعني اكتر من جهاز مشتركين مع بعض عشان يحصل بينهم الحركه. مين الاجهزه ديت؟ عندي منهم النيرفس سيستم، ويعني هنا شوف بقول لك ايه ما بين ايه سكيلتل والماسلز والنيرفس سيستم. يبقى التلات اجهزه دولت مع بعض في بينهم انتجريشن، في بينهم تكامل تكافل، في الاخر بتطلع الحركه. طب يعني ايه كلمه حركه؟ وات از ذا موفمنت؟ الموفمنت معناه ان اللوكيشن بتاعي بيتغير فروم وان بليس تو انذر. يبقى انا كنت في البوزيشن ده، بعد شويه رحت هنا، جيت هناك، ده كله اسمه موفمنت. يبقى it is the change in the او it is the ability of the living organism to change its position. ان هو القدره ان هو يغير مكانه فروم وان بليس تو انذر، من بليس لبليس اخر. ده بسميها الموفمنت. يبقى انا عشان اتحرك اقول انا اتحركت، يبقى انا غيرت مكاني من بوزيشن لبوزيشن تاني. طيب تعال نشوف كده وات از ذا ستراكشر اوف ذا لوكوميتري سيستم. مكون من ايه اللوكوميتري ده؟ قال لي والله مكون من جهازين اساسيين، اللي هو الماسلز ودي بسميها ماسكولار سيستم، والبونز اللي هي العظام اللي هي سكيلتال سيستم. يبقى مكون اللوكوميتري سيستم consists of two major system، اللي هي skeletal system الجهاز الهيكلي، and the muscular system والجهاز العضلي. خلي بالكم يا جماعة، العظام لا تتحرك، اللي بيحرك الدنيا كلها العضلات المسلز. المسلز contract يعني تنقبض او ريلاكس تنبسط فيبدأ الجسم يتحرك، لكن البونز لوحدها عاجزة انها تحرك شيء. البونز ما تحركش حاجة، اللي بيحرك البونز هو المسلز. فأصبح عندي سيستمين مهمين جدا، اللي هو السكيلتن سيستم الجهاز المحوري او الجهاز الهيكلي اللي هو عبارة عن البونز، ثم الماسكيولر سيستم الجهاز العضلي. الاتنين دول يا جماعة هم عبارة عن الحركه بتاعتي كلها. طيب تعال نشوف اول حاجه مما تكون السكلتل سيستم. نشوف مع بعض كده. طبعا الكلمات عندي لكماتري سيستم انتجريشن سيكينج بنفيت، مش مشكله قوي ديت. سكلتل سيستم مهمه. لحظه بس ندخل الناس دي. participation المشاركة، ثم لحظة، ثم الابيليتي القدرة. يبقى ده الكلمات اللي عندي في الجزء ده. تعال نشوف كده مع بعض، نكمل مع بعض الجزء التاني. هبدأ امسك واحد واحد اقول له تعالى انا عايز اشوف ذا هيومن سكيلتل سيستم، مما تكون الجهاز الهيكلي الجهاز الحركي اللي هو العظم بتاع الانسان. قال لي والله بيتكون من جهازين اساسيين، اللي هم اول حاجه الاكسيال سكيلتون ثم ابنديكولار سكيلتون. خلي بالك انا كنت بتكلم عن نيرفس سيستم مكون من قسمين، اللي هو سنترال نيرفس سيستم وبريفرال نيرفس سيستم. انا عندي نفس القصه، الهيومن سكيلتل سيستم الجهاز الهيكلي مكون من قسمين او شقين. الشق الاول اسمه اكسيال سكيلتون، الجهاز المحوري، الجهاز العظمي المحوري. هتلاقوا تحت عندكم هنا ادي الاكسل او جهاز الهيكلي او المحوري، وده الرئيسي بتاع الجسم. ثم بعد كده ابنديكولار سكيلتون، وده عباره عن الجهاز الطرفي او الهيكل الطرفي. يبقى الجهاز العضلي اللي هو الهيكلي مكون من قسمين، قسم اسمه اكسيال سكيلتون اللي هو عباره عن الهيكلي او المحوري، ثم الابنديكولار سكيلتون وده الطرفي. تعالى واحده واحده يا سيدي. اول حاجه السكيلتون مكون من ايه الاكسيال سكيلتون ده؟
اللي هو الجهاز العظمي الهيكلي اللي هو المحور قلنا مكون من ايه؟ قال لي مكون من 3 حاجات، سكال، جمجمه، ريب كيج، القفص الصدري، ثم الباك بون. يبقى مكون الجهاز اللي هو الاكسيال سكيلتون من 3 اقسام، سكال، ريب كيج، باك بون. طيب كده خلصنا من الاكسيال، سهل جدا. خش على اللي هو ايه، ابنديكولار سكيلتون سيستم، مكون من ايه؟ مكون من شقين برضو، ابر ليمبس الاطراف العلويه، ثم لور ليمبس الاطراف السفليه. يبقى مكون من قسمين، اللي هو مين يا سير؟ اللي هو الابنديكولار سكيلتون. يبقى انا عندي جهازين، الاكسيال ابنديكولار. الاكسيال عباره عن سكال، ريب كيج، باك بون. الابنديكولار ابر ليمبس لور ليمبس. طب الابر ليمبس يعني ايه؟ يعني الاطراف العلويه اللي هي ايديك، اللي هي يا جماعه الايد ده كده بسميها الابر ليمبس. مكونه من ايه الابر ليمبس؟ كل ليمب الابر العلويه مكون من هيومرس بون، عظمه العضد، فورارم بون، عظمه الساعد، هاند بون، عظمه اليد. يبقى اي ابر ليمبس الاطراف العلويه مكونه من 3 عظام، اول حاجه هيومرس بون اللي هي عظمه العضد، اللي هي الحته دي يا جماعه ده هي كده، ثم الفورارم بون عظمه الساعد اللي هي دي كده، ثم الهاند بون عظمه اليد. يبقى دول ال3 اجزاء بتوع الابر ليمبس. اللور ليمبس الاطراف السفليه هي عباره عن ايه؟ برضو عباره عن 3 عظام، اول حاجه الفيمر بون اللي هي ديت عظمه الفخذ، شيفت بون عظمه الساق، ثم فوت بون عظمه القدم. يبقى الابر ليمبس مكون من 3 عظام، اللور ليمبس مكون من 3 عظام. في الابر ليمبس متصله بحاجه اسمها الشولدر بون، شولدر بون ده اللي هو عظمه الكتف، شولدر بون. الثانيه بليفيك او بليفيك بون، ودي اسمها عظمه الحوض. طيب انا دلوقتي هاخد حاجه حاجه من دي، احنا شفنا الرسمه بس جنرال، لكن هنمسك حاجه حاجه من دي ونشوف عامله ازاي. هات معايا الجزء الاول، الاكسيال سكيلتون عباره عن ايه؟ عباره عن 3 اقسام، السكال كلام خايب جدا، الباك بون، ثم الريب كيج. هات السكال، تعال يا ست سكال، انت عباره عن ايه؟ ولا حاجه، زي ما قلناها قبل كده باني بوكس ذات كونتين كيفيتز. وكلمه كيفيتز يا جماعه يعني تجاويف، اللي هي مين؟ زي هنا كده بتاعت العين، زي مثلا هنا بتاعت النوس، زي بتاعت الاير. يبقى انا عندي الباك السكال عباره عن باني بوكس، علبه عظميه تحتوي على كيفيتز، وقلنا كلمه كيفيتز يعني تجاويف. ايه التجاويف ديت؟ بتاعت ايه التجاويف ديت؟ بتاعت الاير والنوس والايز. يبقى الايز العينين، النوس الانف، الاير الاذن. اهو التهاب عباره عن كيفيتز، تحتوي على كيفيتز تجاويف لكل من الايز الاير النوس، الايز الاير النوس. طيب دي بالنسبه للسكال. يبقى السكال تاني عباره عن باني بوكس، علبه عظميه كونتين كيفيتز، تحتوي على التجاويف. تجاويف يا جماعه يعني فراغات، لو انت حطيت ايدك كده عند عينيك تحس كان عينيك متحدده بالعظم بتاع الباك بون، دي بسميها كيفيتز. هذه الكيفيتز لمين؟ للايز، للاير، للنوس. طبعا ايه فايده بقى الفانكشن بتاعت السكال؟ طبعا السكال ملهاش غير فايده واحده، وهي بروتكشن ذا برين، ودي قلناها لما كنا بنتكلم على البرين، قلنا موجود داخل اباني بوكس از كولد سكال تو بروتكت ات. تمام.
نكمل ده كده السكال. تاني حاجة الباك بون اللي هو العمود الفقري فيرتيبلر كولم. تعالى يا عمود يا فقري، انت عبارة عن ايه؟ قال لي بص كده، انا عبارة عن مجموعة من الفقرات عبارة عن 33 فقرة، 33 فيرتيبرا، 33 فقرة. تمام، عبارة عن ايه الفقرات دي؟ اهون عبارة عن عظم متصل مع بعضه، وبنسمي الباك بون يا جماعة حتة مهمة قوي، ريبريزنت ذا اكسس اوف ذا سكيلتون، محور السكيلتون كله، يعني كأنه هو المحور الأساسي بتاع الجسم. لأن لو حس كده تلاقي الباك بون وكل العظام مترتبة على الباك بون، يبقى it represents the axis of the skeleton، يمثل المحور الرئيسي للهيكل العظمي. الاستراكشر بتاعي تركيبه عبارة عن ايه؟ it consists of، يتكون من 33 vertebra، 33 فيرتبرا يعني 33 فقرة، يبقى هو عبارة عن 33 فيرتبرا 33 فقرة، وعدد كده 1 2 3 كل ده 33 فقرة. طيب it contain حاجة اسمها cartilages، وكلمة cartilages يعني غضاريف. تعالى اما اوريك الغضاريف هي فين. لو احنا كده كبرنا شوية ورحنا على الباك بون، هجد ان ما بين الفقرة والفقرة في كده لون المختلف ده، اللي هو لون اللبني ده او الموف ده ولا ايه. اللون ده هو عبارة عن الكارتليجس. يعني ايه كلمة كارتليجس؟ يعني غضاريف. ايه الغضاريف دي؟ لو انت عايز تشوف الغضاريف صح، هي موجودة في العظمة بتاعت الفرخة بتاعت مثلا، العظمة بتاعت الورك او حاجة زي دي، بيكون فيها كده فوق غطاء او طربوش كده ابيض، اللي بنسميها احنا القرقوشة، ده عبارة عن غضاريف. كل الفقرات دي كلها، كل فقرة من دي كده اهو اهو، ده كده بينها وبين التانية كارتليجز. طب بتعمل ايه الكارتليج ديت؟ دي غضاريف عاملة زي ما يكون مخدات. العظام لما تيجي تحتك مع بعضها، لو ما كانش فيه الغضاريف ديت، الاحتكاك يعمل تآكل في العظام. تآكل في العظام يعني العظمة نفسها يحصل فيها تآكل، وده يقول لك عنده الغضروف، لأن حصل مشكلة في الغضروف ده. فأصبح الكارتليجس أو الغضاريف شغلتها اللي موجودة بتوين الفرتبرا، شغلتها بروتكت زير فريكشن ديورينج موشن، تمنع الاحتكاك بتاعها اثناء الحركه. يبقى وانا ماشي بتحرك كده، دي تمنع الاحتكاك ما بين الفقرات بتاعه الباك بون ديورنج موشن، دي الكارتليجز. نشوف الفانكشن بتاعتها بتاع الباك بون كله. الباك بون يا جماعه خدناه قبل كده برضو في السباينال كورد، قلنا بروتكت ذا سباينال كورد، بيحمي. تمام اهو ات بروتكت ذا سباينال كورد. الحاجه الثانيه هو الالاو اس تو بنت اور بوديز، وانت بتمشي كده تتني ظهرك الناحيه الثانيه، الجنب ده اللي بيخليك تقدر تتحرك كده هو الباك بون. تعال نتخيل كده الباك بون ده كان عظمه واحده، لو كان عظمه واحده خلاص مش ممكن اعرف اتني نفسي، لو كان عظمه واحده. ليه؟ الفقرات اللي فيها ديت تديني الابيليتي اللاو ذا بادي بند، بند ان هو يتحرك يتني نفسه لقدام لورا للجنب للجنب، هو ده الفكره بتاعت الباك بون. انما لو كان وان بون، عظمه واحده، ما كانش قادر يتحرك خالص. يبقى هنا الامبورتانس بتاعت الباك بون نمبر 1، it allows the body to bend، allows the body to bend. number 2، it protect the spinal cord، بيحمي السباينال كورد. لحد كده تمام تمام. نيجي اخر حاجه الريب كيج او القفص الصدري. الريب كيج يا جماعه القفص الصدري عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه من الريبس. بصوا كده معايا هنا الرسمه، مجموعه من الريبس هنكبرها شويه.
ادي الريب كيج عباره عن كام ريبس؟ قال لي عباره عن 12 بيرز، يعني 12 هنا و12 هنا، 12 بيرز اوف ريبس. تمام؟ هتلاحظ ايه؟ العشره الاولانيين خلي بالك ايه؟ في ريب اهو وريب كمان اهو، الاثنين دول سايبين. انما العشره الباقيين كلهم هم كل العشره الباقيين كلهم كونكت مع بعض بعظمه في المنتصف. العظمه دي اسمها ستيرنم او عظمه القص، اللي هي في مقدمه الصدر كده. العظمه دي كده عباره عن العظمه اللي بيتصل فيها الفيرست 10 ريبس، كل العشر بير اوف ريبس في الاول كونكت مع بعض. شوف ده وده، كل ده العشره دول كده 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 متصلين مع بعض بحاجه اسمها استرنم او عظمه القص. يبقى تاني الباك بون الريب كيتش عباره عن ايه؟ 12 بيرز اوف ريبس، يعني 12 زوج من الريبس اهوت. شوف بقى كده عندي عباره عن ايه؟ It is consists of 12 pairs of ribs، يعني 24 ribs. يبقى 12 pairs 12 زوج، 12 الناحيه دي و12 الناحيه دي. الفيرست 10 بير اول عشرة متصلين مع بعض بحاجه اسمها، اول عشرة متصلين مع بعض بحاجه اسمها استرنم او عظمه القص. يبقى ذا فيرست 10 بيرز كونكت توجذر باي استرنم، كلمه استرنم اللي هو القص. طيب وات از ذا فانكشن اوف ريب كيج؟ ايه وظيفه الريب كيج؟ حاجتين، بروتكت اللانجس والهارت، طبعا موجود في اللانجس والهارت بروتكشن. نمبر 2 بيساعد في عمليه الريسبيريشن، يبقى هيلب ان ذا انهاليشن اند اكسهاليشن بروسيس during breathing، أثناء التنفس.